السيدات والسادة، أحييكم وأحمل لكم جديد التقدير، فقد اخترتم موضوع الاقتصاد الاجتماعي منطلقا لهذا اللقاء وفاتحة لرؤية شمولية وتخطيط محكم في إطار الجهوية المتقدمة. أحيي تفكيركم ومنهجيتكم وبعد نظركم من خلال هذا الاختيار، فهو مستوى جهة الشرق ثقافة وتاريخا واعتزازا لشخصية الإنسان في هذه المنطقة مفخرة المغرب. ولا يمكنني ونحن مجتمعون في هذه الجهة التي أعطت للمغرب كثيرا دون أن أتوقف وأترحم على شخصية عزيزة أعطت للمغرب من شبابها وحياتها وخدمت بوفاء وإخلاص جلالة مولانا أمير المؤمنين السيدة زليقة النصري رحمها الله. هذه المرأة رائدة في هذا الميدان وفي هذا القطاع وفي الاقتصاد الاجتماعي وفي محاربة الهشاشة والفقر، إنها منكم ومن تربتكم الصالحة عليها الرحمة ونطلب لها المغفرة والسلوان. إن دور الجماعة كما تعلمون هو إشباع وتلبية حاجة الإنسان وحاجة الناس لا حد لها، فهي كل شيء بل هي الحياة. ومنذ جذور التاريخ بحث الإنسان عن طرق أو وسائل لتلبية هذه الحاجة، فاختلفت المذاهب والنظريات وتعددت الطرق والوسائل، فذهب البعض إلى تكريس رأس مال وجشاعت رأس مال فضاعت بعض حقوق الناس، وذهب الآخرون إلى تكريس الجماعة وتمليك الجماعة ولا شيء إلا الجماعة، وضاع الناس بين هذا وذاك، ولا زال الإنسان يبحث عن وسيلة أو طريقة فيها الإنسان مكرما محترما. وإذا بمفهوم الاقتصاد الاجتماعي ينبثق ويجتمع الناس حوله على أساس تضافر وتكاتف الجهود من أجل تحقيق عمل ما، الهدف منه دائما هو إشباع حاجة الناس مع الحق في الإبداع ومع الحق في الاجتهاد ومع الحق في المبادرة. إن الاقتصاد الاجتماعي بمفهومه الحضاري يضع كأساس لانشغالاته الإنسان هو اقتصاد المواطنة والمواطن الذي ينتقل في ظل هذا الاقتصاد إلى فاعل مسؤول أكتور ريسبونسار في مستقبله وخياراته. المواطنة أو المواطن الذي يقرر بكل تساو ومساواة، فهم الذين يكتبون تاريخهم ومستقبلهم وحضارتهم. ما أروع هذه الفكرة، ألا يكون الإنسان تابعاً ولا متبوعاً، ولكنه مساهماً ومبادراً وخلاقاً. وأستحضر هنا خطاب صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله في 30 يوليو 2000، حيث قال جلالته بداية كلام صاحب جلالة: إنه لا مكان لتنمية اجتماعية بدون تنمية اقتصادية، مما يستوجب بناء اقتصاد جديد قادر على مواكبة العولمة ورفع تحدياتها. وإذا كنا نعتمد اقتصاد السوق فهذا لا يعني السعي إلى إقامة مجتمع السوق، بل يعني اقتصاداً اجتماعياً تمتزج فيه الفعالية الاقتصادية بالتضامن الاجتماعي. انتهى مقتطف خطاب صاحب جلالة.
السيد رئيس مجلس جهة الشرق، السيد رئيس المجلس العلمي، السيدات المنتخبات والسادة المنتخبون، السيدات والسادة ممثلي مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمجتمع المدني، حضرات السيدات والسادة، وأنتم تختارون هذا الموضوع في هذه الجهة الكريمة انطلاقا من عمل جاد وموضوعي في خدمة الناس، هو في الحقيقة تقدير وتكريم للمواطن وللإنسان. ومفهوم الاقتصاد الاجتماعي متجذر في المغرب منذ عمق التاريخ، ذلك أن الإنسان المغربي اجتماعي بطبعه، متعاون ومساهم بتربيته وخلقه، مبادر وخلاق بتكوينه وفكره. وما نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي أعطى انطلاقتها صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله إلا دليل على العناية المولوية الكريمة بالعنصر البشري والتربة الخصبة في مجتمعنا. والتعاون ليس وليد اليوم، فالمغرب عرف التعاونيات والتعاضديات منذ بداية القرن الماضي، والتشريع المغربي واكب هذا القطاع، ولعل القانون رقم 112/12 متعلق بالتعاونيات خير دليل على ذلك. والنسيج الجمعوي بالمغرب هو مثال متميز في عمله ونشاطه، فقد انفتح المغرب منذ أوائل استقلاله على الجمعيات، وخير دليل على ذلك الأخير سنة 1952 المتعلقة بالجمعيات. ومع ذلك فاجتهادكم حضرات السيدات والسادة وانفتاحكم على الجامعة وأساتذتها وطلبتها وإسهام الباحثين منها سيمكن التجربة المغربية من السمو تجاه نظيراتها في العالم. وإذا ما عدنا للمجال الترابي، فمنطقتكم تتميز بكل المعطيات إيجابية كانت، وخاصة ما يتعلق فيها بالإنسان أو المواطن، أو متطلبة لرفع التحدي بحكم قساوة الطبيعة أو وضعها في المنطقة. ومهما يكن، فليس عزيز على أبناء المنطقة الشرقية النجاح والتفوق والقيادة في هذا الإطار، ذلك أن المجال الدولي والعلاقات بين المجموعات أو الجماعات، مدن كانت أو هيئات أو مؤسسات أو دولا، أصبح سبيلا سلسل لتبادل المساعدات وإيجاد التمويل الموضوعي لجل المبادرات. إن هذا الموضوع شيق في تحليله، مريح في عرضه، لأنه يتعلق بالإنسان، الإنسان الخلاق. فتحية لكم، وستجدوننا إن شاء الله معكم وبجانبكم حكومة ومسؤولين، وسنكون وإياكم رفقاء الطريق. فلقاء منتخبينا وجامعتنا ورجال أعمالنا ومجتمعنا المدني وإدارتنا الترابية هذه الكوكبة لن تكون إلا موفقة إن شاء الله تعالى، وقد أضلها عطف ورضا مولانا أمير المؤمنين حفظه الله وأيده، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.